بسم الله الرحمن الرحيم. من اول مواضيع اللي احنا هنتكلم عليها هي حاجه اسمها الماستر بيج، ودي تعتبر من اهم المواضيع الموجوده في الاس بي. وهي عباره عن ايه؟ عباره ان انت بيكون عندك في صفحه دايما صفحه رئيسيه للسايت، كل الصفح بتشتق من هذه الصفحه. يعني بنلاحظ في بعض الصفح اللي بيكون عندنا صفحه رئيسيه ليها هيدر وليها فوتر او ليها جزء علوي وجزء سفلي، وكل الصفح بتاعتنا بتبدأ تشوف الصفحة ديت وتبدأ تاخد منها، او تبدأ تاخد الجزء العلوي والجزء السفلي، والجزء مثلا اللي بيتغير هو الجزء اللي في النص فقط. فده سموه الماستر بيج. تعال نبدأ نشوف بيتعمل ازاي. هنبدأ ندخل على السوليوشن اكسبلورر كده، ونيجي نقول add new item. هنيجي نختار من هنا الماستر بيج ونسميه مثلا ماستر بيج دوت ماستر ايا كانت، ونقول add. تعال نشوف الشكل الصفحة دي بيبقى عامل ازاي. صفحة عادية جدا، لو فتحنا هنا الديزاين بتاعها هنلاقيها صفحة عادية جدا، الا في حاجة بس زيادة، حاجة اسمها الكونتنت بليس هولدر. انتوا شايفين قدامكم دي. تعال ندخل على السورس كده، هنلاقي ان هو الكود بتاعها هو نفس الايه، نفس الكود بتاع الصفحة العادية، الا فقط حاجة اسمها الايه، الكونتنت بليس هولدر. الكونتنت بليس هولدر دوت هو ده المكان اللي احنا اللي بيتغير على طول. بمعنى ايه؟ تعال نشوف كده، ندخل على الديزاين وتعالى نبدأ نعمل، نجيب جدول جديد، ادي تيبل، نقول انسيرت تيبل، ونبدأ نحدد عدد الصفوف وعدد الأعمدة. هنفترض ان احنا عايزين 3 صفوف و عمودين، نقول اوكي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، 3 صفوف اهم وعمودين. هنبدأ نعمل ايه؟ هناخد الصفين او الخليتين الاولى دولت، نتك عليهم، نعلم عليهم كده بالشكل ده، معلم على الخلية الأولى واتك كنترول، وعلم على الخلية التانية وقف عليهم هما الاتنين كليك يمين، وأقول موديفاي وميرج السيل عشان أخليهم هما الاتنين خلية واحدة. نفس الشيء بالنسبة للجزء اللي تحت، أنا أعلم عليه كده كليك يمين موديفاي وميرج السيل، وبكده يبقى احنا عملنا، خلينا الجزء اللي فوق عبارة عن جزء واحد، والجزء اللي تحت عبارة عن جزء واحد، وهنا فقط في جزئين. الكونتنت بلس هولدر بتاعتنا دي اللي انتوا شايفينها دي، هناخدها كنترول اكس، هناخدها قط، هناخدها قط. طبعا ما ينصحش ان انت تبدأ تاخد او تتحكم في الكنترول بتاعتك من خلال الديزاين كده، انت المفروض تخش على السورس وتبدأ تتحكم في مين، في ال الكنترول بتاعتك. ادي الكونتنت بليس هولدر برضو تعتبر كنترول تبع الاي اس بي، هناخدها كده كنترول اكس، ونبدا نخش في الصف الثاني. ادي كده الصف الاولاني اهو، ادي كده تي اي، وادي قفله التي اي ديت، دي قفله الصف الاولاني، وادي الصف الايه، الصف الثاني. في خليتين، ادي الخليه الاولى وادي خلية الايه التاني. يبقى انت هتيجي هنا هتحط ايه، الكونتنت بليس هولدر بتاعتك بالشكل ده كده. لو دخلنا على الديزاين هنلاقيها معمولة بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ادي الايه الشكل بتاعنا. احنا كده عملنا ايه، خلينا الجزء اللي فوق
الجزء اللي فوق ده والجزء اللي جنب اللي في على الشمال ده والجزء اللي تحت، كل الجزء ده جزء ثابت في كل الصفحة، والجزء اللي هيتغير هو الجزء اللي في الايه اللي في النص. تعال نشوف الكلام ده هيتعمل ازاي في المحاضرة الجاية.